السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معانا الورك بوك يونت 8 بيج 6 صفحة 6، سؤال رقم 7 بيقول لي read and correct، اقرأ وصحح. read ناصر's email to سامي، اقرأ بريد الإلكتروني لناصر إلى سامي. put in the missing punctuation marks، وضع العلامات الترقيمية المفقودة. Dear Sammy, عزيزي يا سامي، have you ever been to Failaka Island؟ هل سبق لك وأن زرت جزيرة فايلاكا؟ I've never. هنعمل هنا ايه؟ عندي، نمسك القلم بتاعنا كده. عندي I of D ناقص أبوستروف بين ال I وال V، يبقى نعمل أبوستروف فوق هنا كده. I've been three times and I have، وهنا برضو في أبوستروف، and I've looked for old pots and bottles. أنا زرت 3 مرات وأنا بحثت عن الأواني القديمة والزجاجات. قبل بط بعمل كوما، but I have، وهنا في أبوستروف، never found anything، هنا هعمل فول ستوب، نقطة بداية نهاية جملة. طب عرفت ازاي ان دي نهاية جملة؟ عشان بدأ الجملة الجديدة بحرف كابيتال. طيب، ولكن أنا لم أبدا أجد أي شيء. today، بعد today أعمل كوما. I found an old coin، هعمل هنا، هو هنا في الدرس old coin، اعمل لي علامة exclamation mark. لا ما يهمش، مش مفيش مش اشكال. يبقى دي نهاية الجملة، نعمل ايه؟ فول ستوب، نقطة. لأ مش هنا، سوري، نقطة هنا. اليوم انا وجدت عملة قديمة. طب عرفت ازاي ان هنا نقطة؟ عشان الحرف اللي بعديه هنا كابيتال، يبقى لازم تكون دي بداية جملة جديدة. have you ever found an old coin؟ ايه ده have you ever؟ ده سؤال، يبقى في الاخر ايه؟ علامة استفهام. هل سبق لك وأن وجدت عملة قديمة؟ A historian is، هنا في أبوستروف بين الـ N والـ S، is going to write to me and tell me all about it. مؤرخ سوف يكتب إلي ويخبرني كل شيء عنها. هنا هعمل فول ستوب. طب عرفت ازاي ان هنا في فول ستوب نقطة؟ عشان الحرف اللي بعديها هنا بادئ بكابيتال، خلاص. isn't، هنا في أبوستروف بين ال N وال T. it interesting، isn't it، ده سؤال، أليس كذلك شيقا، يبقى علامة ايه؟ استفهام، question mark. from your friend، هنا في كوما، عملها لي ناصر، من صديقك ناصر. وبده يكون خلصنا السؤال. السؤال اللي بعده، join the sentences، بيقول لي make one sentence، use، اعمل جملة واحدة من الجملتين، use and or but، استخدم واو أو لكن. بيقول لي I've been to Failaka Island، أول جملة بيقول لي أنا زرت جزيرة فايلاكا. الجملة التانية بيقول لي I've been to Green Island، اللي أنا كنت وزرت الجزيرة الخضراء. ضمي لي الجملتين، قال I've been to Failaka Island and، ومين تاني؟ أنا زرت جزيرة فايلاكا والجزيرة الخضراء. يبقى هو عمل إيه؟ شال كل ده، خلاص؟ ضم الأسامي، الأسامي، الأسماء، الأسماء الجزر، خلاص؟ سؤال في منتهى السهولة، منتهى البساطة. طب نحل الباقي. هنعمل هنا؟
هنا بيقول لي I've been to Dixon House. دي الجملة الأولى بيقول لي أنا زرت منزل ديكسون. خلاص أدي حاجة. I haven't been to the Red Palace. ركز معايا، أنا لم أزور القصر الأحمر. إيه ده؟ ده في عندي جملة فيها have been وفي عندي جملة فيها haven't. طالما أنا عندي جملة منفية والجملة التانية مثبتة، جملة يقول لي أنا زرت والجملة التانية بيقول لي لم أزور، يبقى هربط الجملتين ببط. خلاص يا ولاد، هربط الجملتين بإيه؟ ببط. يبقى معايا كده هنكتب الجملة الأولانية عادي، I have been to Dixon House. يلا معايا اكتب اهو، I have been to Dixon هاوس. هنصغر الخط شوية عشان طلابنا يشوفوا. ها هنعمل ايه؟ هنربط الجملتين ببط، لكن قبل ما اكتب بط اعمل ايه؟ كوما كوما، واروح كاتب بط. خلاص، بط هتتكتب قبل الجملة دي اللي انت شايفها دي. اقول له بقى I haven't been to the red palace. خلي بالكم يا ولادي يا جماعة، مش بس خمسة ابتدائي يستفيدوا من الفيديو ده، ده كمان صف السادس والسابع والثامن لحد ثانوي. هنا بقول له أنا زرت منزل ديكسون لكن أنا لم أزور القصر الأحمر. ما ينفعش بقى ما اجيش اقول له انا زرت منزل ديكسون ولم ازور القصر الاحمر، وما اقولش انا زرت منزل ديكسون وايه والقصر الاحمر. ازاي بقى اذا كان هنا بيقول لك I haven't؟ ما فيا. طيب بيقول لي historians have found pots on Failaka Island. الجمله الاولى بتقول لي ان المؤرخون وجدوا الاوعيه الاواني في جزيره فايلاكا. طيب الجملة التانية بيقول لي historians، برضو عندي historians اهي have found، برضو عندي have found اهي، ها coins on Failaka Island برضو عندي، ها historians، وعندي هنا في الجملة التانية historians، عندي في الجملة التانية have found، في الجملة الأولى have found، وعندي في الجملة التانية have found، عندي في الجملة الأخيرة on Failaka Island في الجملة الأولى، هلاحظ في الجملة التانية برضو في عندي on Failaka Island. فين الاختلاف؟ اهي دي ودي، دي بوتس يعني أواني ودي كوينز يعني عملات. يبقى هما معنى كده في الجملة الأولى بقول له المؤرخين وجدوا أواني في جزيرة فايلاكا، التاني بيقول لي المؤرخون وجدوا عملات في جزيرة فايلاكا. يبقى أنا أربط الجملتين بإيه؟ ها الاثنين مثبتة، الجملة الأولى مثبتة والجملة الثانية مثبتة، يبقى أربطهم بأند. يبقى أنا هقول كده historians have، معايا واحدة بواحدة found. خلاص يبقى أنا هكتب إيه؟ هكتب اللي هي historians و have و found. أكتب الاسم الأولاني، وجدوا إيه؟ أواني. ها هم وجدوا اواني وايه؟ هنربط الكلمتين اللي هم فاضلين عندي دول، فاضلين عندي دولت باند، بوتس اند كوينز. ها خلاص احنا علمنا على الكلمات الموجوده في الاولى وفي الثانيه، لكن الموجوده في الاولى غير الثانيه، هنا موجوده دي غير الثانيه. خلي بالكم انا هنا عندي I have لكن في التانية haven't، يبقى هنربطهم ببط، انما دولت have ودي have، يبقى هنربطهم بand. ها وجدوا اواني وعملات، هما المؤرخون وجدوا اواني وعملات، هنربط قلنا الاثنين اللي الايه. طيب on Failaka، على جزيرة Failaka، on Failaka Island.
ما يجيش واحد بقى يقول لي historians have found bots ها on Failaka Island and the historians have found coins on Failaka Island. يعني انت تقول لي المؤرخون وجدوا اواني في جزيرة فيلكا والمؤرخون وجدوا عملات، ايه ده الهبل ده؟ المؤرخون وجدوا والمؤرخون وجدوا. طب ما بدل ما تقول لي المؤرخون والمؤرخون تلغي لي كل الكلام الرغي دوت وتربط لي ايه الاواني مع كوينز العملات، وجدوا اواني وعملات في منتهى السهولة. طب الاخر واحدة I went to entertainment city last weekend. الجملة الاولى بتقول لي انا ذهبت الى المدينة الترفيهية العطلة عطلة نهاية الاسبوع الماضية. الجملة التانية بيقول لي My father didn't go to entertainment city last weekend. أبي لم يذهب إلى المدينة الترفيهية last weekend. إيه ده؟ أنا في الجملة الأولى عندي I وفي الجملة التانية عندي My father. ها؟ الجملة الأولى عندي went ذهب، إنما الجملة عندي التانية didn't go لم يذهب، يبقى دي مختلفة عندي. خلاص يبقى هنستخدم بط. خلاص to entertainment city هي موجودة هنا، last weekend هي زي دي، لكن أنا عندي ده فعل مثبت إنما ده فعل بيه منفي، يبقى دي غير دي. طالما الفعلين غير بعض يبقى هنربطها على طول ببط. يبقى احنا هنعمل كده، هنعمل التالي، هنكتب الجملة الأولى العادية I went to entertainment city last weekend. انا بقول له ايه هنا؟ انا ذهبت الى المدينة الترفيهية الاسبوع الماضي، عرضة نهاية الاسبوع الماضي. هربط ببط، هكتب بقى قبل الجملة التانية بط، لكن قبلها هعمل كومة، هقول له كده بط my father لكن ابي ها didn't go لم يذهب to enter tenement city last ويكند. اقول لكم على طريقة حلوة افضل من كده، ممكن بقى نعمل ايه، نختصر الكلام ده واقول له ايه وانهي الجملة لحد ايه جو. يعني هقول له ايه I went to the entertainment city last weekend but my father didn't go. انا ذهبت الى المدينة الترفيهية الأسبوع الماضي لكن أبي لم يذهب. خلاص أو ممكن تقولها كاملة زي دي، إيه براحتك، يعني الاتنين صح يمشوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.